أنا دائما أقول لما الإنسان يسقط لابد أن ينهض رياضيا، ولما ينهض فعليه أن يتواضع. نحن نتكلم في السراء والضراء، إذا كانت نتيجة إيجابية نفرح بالنتيجة وندي بالتصريحات، وإذا رياضيا أخفقنا فنتكلم ونقول ونخرج ما في جعبتنا. أولا يعني باش يكون عندنا إن في دروت ورقة الطريق اللي نحترمها، نتكلم أولا عن الرحلة كيفاش كانت الرحلة، نتكلموا عن النتيجة الرياضية كيف كان هذا الإخفاق أو النتيجة يعني المخزية أو المهينة، وبعدها لما نتكلم عن الرحلة، الرحلة فيها كل شيء. نظن أول نتقدم تشكراتنا السلطات الذين سهلوا لنا المأمورية في التنقل في طائرة خاصة في صفة ممثلة في وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد والمدير العام لمدار هولدينج الذي دفع سعر الطائرة الخاصة. الفريق كان في أريحية. نتقدم بتشكراتنا لوكالة سياحية تروبيك تور على كل ما قامت به، لأن التنظيم وفي حضور بعض الصحفيين ويقدروا يشاهدوا بأن كان انضباط كبير وكانت إقامة جد مريحة للفريق، يعني ما بخلنا بأي شيء في تحضير هذه المباراة. تشاء الصدف أو القدر أن الفريق ينهزم أمام فريق مشطة 14 نهائي وفاز بعشر كؤوس. نبسط الأمور ولا ندخل في الأمور التقنية المحضة، نهزمنا بنتيجة ثقيلة. الأهلي كان في أحسن أيامه في هذه المباراة لأنه يعني جندوا الفريق تاعهم وكان تركيز كبير على المباراة وأرادوا تصالح مع أنصارهم، عكس فريقنا الذي لم يكن فيهم هو ذي ظاهرة في كرة قدم ولا تجد لها تفسير، لأن أصلا القاعدة تقول لما يكونوا خمس لاعبين في المستوى وخمسة غايبين على المستوى تطرح تساؤلات، ولكن لما تكون الفريق غايب ككل ما عندك حتى تفسير. سيتان جوغ سان كما يقولوها في الفوتبول، كأننا لم نتنقل إلى مصر. يعني النادي الأهلي لم يجد يعني ريزيستانس، ما تعبش يعني في تسجيل الأهداف تاعو، لأن الأصل باش توصل هو تلعب مباراة تحضر من الخلف تلحق المنطقة الوسط وتصل للهجوم ودائما تبحث على التسجيل، يعني تتعب في المأمورية للوصول إلى لـ 18 متر باش تقدر تجسد كل مجهوداتك اللي قمت بها من الخلف حتى الهجوم. مع الأسف الشديد الأهلي كانت عندهم سهولة كبيرة في الوصول إلى المنطقة تاعنا بدون تعب، يعني مش يجتهد وين تشوف فيه مراوغات، يعني كانت تمريرات كأنهم واقفين كأنهم يقومون بحصة تدريبية. نتمنى إن شاء الله الفريق تاعنا يرجع في المباراة القادمة فيها نتيجة ثقيلة، ولكن تبقى كرة القدم ليست بعلوم دقيقة، على الأقل نحفظ ماء الوجه وشرف النادي وشرف ألوان ويفق سطيف، على الأقل نفوز بالمباراة القادمة لتسمح لنا لاسترجاع قوانا ونحضر نبدأ في تحضير الموسم القادم. ما زالت عندنا خمس مباريات متأخرة بما فيها مباراة اليوم. نظن يعني ما لازمش الإنسان يفكر أمامه، لازم يشوف للبعد ويفق سطيف. ولات عنده تقاليد أنه يشارك دائما كل موسم في المنافسات القارية أو الإقليمية، ينجح بالفوز بهذا الكأس أو لا ينجح، المهم والأهم كبر النادي يكبر بمشاركاته الدولية، وبالتالي علينا بأخذ بجدية كل المباريات المتبقية خاصة المباريات المتأخرة. لازم الناس تعرف بأن
كرة القدم في هذا المستوى لما تصل للمستوى العالي ما تبقاش علوم دقيقة، علوم غير دقيقة، يعني كاين ظروف وين كاين القوي وكاين المتوسط وكاين الضعيف. مع هذا لازم نبقى نبتسم ونمشيو بالنادي هذا ليوصل، يعني يعني نتكلموا بكل صراحة، انتم راكم إعلاميين متبعين الفريق من الجانب التسييري، من الجانب التسييري تعرفوا ب با اون موفيز جيستيون، اون با دو جيستيون فينانسيير. ما نقولش ما كاينش، لما تقول لواحد عندك اون موفيز جيستيون تكون عندك لا موفيز جيستيون، كيكونوا عندك الامكانيات الماديه وما عرفتش تستغلهم، كيفاش تكون فريق كبير وكيفاش يكون عندك نظام داخلي انت ما عندكش. دونك كيف تتهمني انا بسوء تسير؟ انا ما عنديش تسير، ما عنديش امكانيات. اليوم على سبيل المثال احنا راح نتنقل في تحضير مباراه الاهلي العوده، عندنا 14 حكم اللي لازم ناخذهم اون شارج، و14 حكم باش الناس تعرف لازم لهم اكل دي شامبر سينجل، غرفه وحدهم قانون الاتحاد الافريقي يقول لك غرفه وحده مش شامبر دوبل، وعندهم وسائل النقل الى زايد الى ذلك تذاكر. يعني في كل مره كاين اموال كبيره اللي تخرج، وحنا في المرحله في الدقيقه اللي راني نتكلم معكم عندنا ربما 5 ملايين سنتيم او 10 ملايين سنتيم في خزينه النادي، ولازم الفن نستقبلوهم كما استقبلونا اللي هما مشكورين. يعني النادي الاهلي قدموا لنا يعني كل الظروف، يعني هما نادي مهيكل يبعث لك شخص واحد ربما تجي عندك تعزة النفس قال هذو ما داروناش استقبال حار، هو جاي معك كرة قدم مش حفل زفاف أو ذكرى تاريخية، جاي معك مباراة يخصص لك إنسان، ولكن مع الإنسان هذاك ميخصك والو في التنقل تاعك كل الحضور الملعب. يعني ما نقارنش بيننا وبين نادي الأهلي، ما نقارنش، لأن يعني المقارنة في حد ذاتها تعتبر غرور فيما عشناه. أنا نظن إن شاء الله في المرحلة هذه إذا هذا الفريق وصل إلى حد الساعة إلى المربع الذهبي بمشاكل كبيرة وكبيرة جدا وعائش أزمة من بداية الموسم إلى الوقت اللي رانا فيه، نظن إذا كانت لديه إمكانيات قبل بداية الموسم نظن أن الفريق إن شاء الله يعاود يرجع بينا احنا ولا بناس اخرين. لسنا من رواد يقول لك نخلد احنا في هذا الفريق، بالعكس بالعكس، والدليل الان اذا اردنا تغيير في النادي مقبول، ما نتكلموش في وسط الموسم، احنا عندنا الجراه ربما ولا اقول الشجاعه، ربما عندنا العقد باللي ما نتخلاوش على الفريق في المرحله هذه، ولكن قبل نهايه الموسم فيه ناس اللي تطمح وجايبه مرحبا. انا ما نقولوش كلام هذاك كما قالوها البعض، او اللي عنده الاموال يجي. خويا ما عندكش الاموال وعندك شجاعه والجراه باش تجي مرحبا بك، ونمشي وحنا عادي وما ندخلوش في صراعات مع ابناء المدينه وابناء الوطن الواحد، عادي جدا، ما تقلقني ما نقلقك ما والو، حنا نمشيو بالضحك واللعب. خويا جاي ناس اللي عندهم فكر ولا امكانيات مرحبا بهم، ماناش لازقين في النادي هذا، هذه اللي نتكلموا عليها اكثر. نظن يعني الأمور اللي صرات في المباراة هضمناها، ما نبقاوش نبكيو على الأطلال، ولا أريد أن أعطي الأمثلة لأن فرق وطنية كبيرة وكبيرة جدا انهزمت بنتائج ثقيلة، ولكن الشيء الأكيد احنا في المدينة نتكلم على مدينتنا لا نتكلم وطنيا، هنا في المدينة في كل مرة يعني نجعلوا من الحبة قبة ونضخموا الأشياء، يعني نضخموا الأشياء كأنها يعني ارتكبنا جريمة كبيرة، في كل مرة حاجة صغيرة تكبر علينا. يعني نظن يعني ما أكدت لكم بأن السلطات قاموا بالعاونونا في الرحلة تاعنا، وقلت لكم في البداية باللي من تكفل رسميا بالماديات هي هولدينغ مدار هولدينغ، يعني تكلمتها في البداية وقلتها في البداية في شخص رئيس الاتحاد ربما الذي يرتدي قبعتين، قبعة المدير العام لمدار ورئيس الاتحاد الجزائري كرد، وهما مشكورين إن شاء الله، وإحنا أدينا
ما استطعنا. الوفاق لعب بما حذر، والمستقبل ما نقولش مجهول، على الناس كلها تتفهم بلي ان وضعيه الفريق خطيره نوعا ما في المستقبل، لان الاقصاء من نصف نهائي ما نكبروش روحنا، يعتبر انجاز، يعتبر انجاز الوصول الى نصف نهائي بالامكانيات اللي كانت عندنا يعتبر انجاز، وتبقى دائما الابواب مفتوحه، ومرحبا في كل انسان، ماناش ناس اللي لاصقين. بارك الله فيكم. وتفضلوا كاين حاجه خويا ملاحظه، كي نكملوا الندوه الصحفيه باش تفهموا هنا، كي نكملوا انني نوض نروح للملعب، ما يجينيش واحد يقول لي اعطينا رايك في هذه، الله يستركم، هذه باش ما يقوليش واحد انا نتكلم في ندوه صحفيه، علاش من بعد يجي واحد يتكلم؟ اولا يعني الناس لازم تفهم بان الوفاق لديه عقد مع شركه اوف سايد. العقد يعني العموميه تاع العقد هو شركه اوف سايد تسلم النادي وفاق الصيف 4000 قطعة مجانا، وهذا ما كان الحمد لله. احنا ما الفريق تاعنا كما يقولوها بالعامية مكسي، ما عندناش مشكل تاع الفريق، شفناه في صورة ما عندوش الألبسة ولا بالعكس. 4000 قطعة مجانا و 5000 قطعة موجهة للبيع بعد فتح لابوتيك تاع نادي وفاق الصيف، يعني جو بريسيز لابوتيك تاع وفاق ستيف. حنا امكانياتنا في وسط هذا العقد كامل لابد وفاق ستيف ان يدفع 50000 دولار للشركه الام اوف سايد. حنا الامكانيات الماديه تاعنا ما عندناش ال 50000 دولار، بقينا في ال 4000 قطعه. انت ذكرت الاسماء، انا لا اريد ذكر الاسماء، انت ذكرت هشام بوعود. هشام بوعود عنده يلاطر، هو الممثل الوحيد والحصري لعلامة أوفسايد في الجزائر، يعني من حقه أن يفتح محل في سطيف أو في قسنطينة أو في وهران أو في العاصمة، هذا أشياء واضحة. الناس سألت يعني على شعار النادي الموجود في أحد بنود العقد، ونقول شركة أوفسايد لديها الحق في فتح محل واستعمال شعار النادي. هذا النقطة الثانية. فيما يخص تروبيك تور، إن احنا نتكلم على هذه، أنا نبسط الأمر، هذه شيء أنا قلت لك 443 قطعة قيمتها، الآن أنا نتكلم محضر تاع الجمارك، مانيش نتكلم تاعنا ولا بتاع محضر، انا نتكلم بحوايج ما كانش فيها لف ولا دوران، ونتكلم بالصوت والصوره ونتحمل مسؤوليتي. كاينه 443 قميص ماليا قيمته الجمركيه هو 21 مليون و600 سنتيم بنتيام ميلسيس. هذه الحبه هذه اللي اقامت، احنا ما جبناش المحظور، ما كانش في الطائره التي نقلت وفاق سطيف اشياء محظوره، ما جبناش كما قال احد زملاء منكم، ما جبناش السجائر، ما جبناش الريحه، ما جبنا اشياء خارجه عن الرياضه. كانت كاينه البسه اللي فيها شعار نادي وفاق سطيف، كان خلل تنظيمي وخلل في لا كومينيكاسيون بصراحه، مش قضيه يعني اللي تتضخم الى درجه وين تصبح فاضحه. اين هي الفاضحه؟ بعد ما كان الحجز، كانت رسالة من عند المدير عام تاع أوفسايد